FM. الكلمة ليك. كانت فما لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة، تكونت في 2011 وانتهت مهامها في مارس 2015 الفرد. فاللجنة هذه بعد ما انتهت مهامها ما كانتش فما حتى خريطة طريق واضحة، خلينا نقولوا لملف استرجاع الأموال المنهوبة. وفات أعمال اللجنة، ما تمش إصدار تقرير، تم يعني تحويل الملف هذا لوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية اللي ما عندها حتى خبرة فيه. كانوا فما قضاة اللي مشهود لهم على الأقل مش بالخبرة ولا بالكفاءة، ولا على الأقل أما على الأقل خدموا لمدة 4 سنين على ملف استرجاع الأموال المنهوبة في اللجنة هذه، ما تمش المحافظة على الموارد البشرية هذه ولا على الخبرات القليلة. اللي باشرت الملف من 2011، باشرت الملف من 2011 وحضرت في مؤتمرات ومثلت تونس البرة وكونت علاقات وكونت خبرة، ولكن اليوم معناها ما نلقاهم شيء. يوسف علاش تم ابعاد هالناس هذوما؟ غياب الإرادة السياسية مرة أخرى. إنه أنا عندي اللجنة تنتهي مهامها الساعة في 2000 في مارس 2015، علاش انتحات لجنة متاع 4 سنوات وقت اللي كانت تشوف تجارب المماثلة في أي دولة أخرى تعرف إن الملف هذا ياخذ على الأقل 10-15 20 سنة باش ترجع الفلوس هذيك. فأنت حطيت 4 سنين ومن بعد ما حاولتش حتى تحافظ على الكفاءات ولا الخبرات هذيك اللي اكتسبت خبرة. كاب اف ام الكلمة ليك.